حلوة مفيش كلام، يعني عندنا رجالة مميزين جدا رغم ان كانت البطولة صعبة بكل تأكيد، بالتحديد بعد خسارة الدوري والكاس وكلام كتير قوي قوي من كل المتابعين على هذا الفريق ان الأعمار السنية زادت وان كلام من هذا القبيل يعني، وكان في تشكيك كبير جدا في مشاركتهم في البطولة دي ومدى إمكانيتهم في حصد اللقب، لكن ثقة مجلس الإدارة أكيد ودعم جماهير النادي الأهلي كان مفتاح الفوز بالبطولة الأفريقية. كابتن رضا، اجتماع الكابتن محمود الخطيب قبل السفر مع اللعيبه دي وبعد خساره الدوري والكاس اكيد كان ليه مفعول السحر في التتويج بهذا اللقب. طبعا طبعا ده له مفعول السحر ومفعول الثقه ومفعول الدفعه ومفعول كل حاجه. هناخد من الاغنيه الاهلي كيان ومكان. حلو. اهلي كيان ومكان، هو ده الاهلي اللي معودنا عليه. اولا احنا مش هنتكلم في التحليل للمباراه، هنتكلم انا كاحساس دلوقتي اللي انا قاعد في وسط الملعب ازاي وفرحان ومبسوط ان الفرقه دي كسبت تونس في وسط تونس وخدنا البطوله. الحمد لله خدنا البطوله الافريقيه رغم من كل الصعوبات اللي احنا تمرينا بيها واتفقنا عليها قبل المباراه، لكن الاجمالي كله بتاع المباراه شويه رجاله شويه لعيبه على اعلى مستوى، سواء الثنائيات اللي في البلوك وفي الارسالات وفي الدفاع طبعاً. واللعيب الصغير الحسيني ده هو اللي جاب لنا الشوط الاول والشوط الثاني من الارسالات بتاعه والدفاع الجيد في نهايه المباراه. يعني انت بتتكلم في بعد البونت ال 20 الحسيني بقى هو اللي يطلع لك الكور ويطلع لك الارسال كويس وكسبنا. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني مش عارف انا من الفرحه انا والله مبسوط جدا ازاي ان اللعيبه دي انا فرحان عشانهم والله. طبعا فرحان فوق ما تتخيل. طبعا ان اللي حصل للناس دي والكلام الكتير قبل البطوله كل ده سببه في اداره الاهلي. اداره الاهلي صراحه يعني كابتن خطيب برضه له رؤيه مش عند اي حد صراحه. مش عند اي حد خالص، ان هو بيبص دايما. انا النهارده يقول لك انت الفرقه دي والجيل ده فرحنا على مدى سنوات طويله صح صح ناخد صح البطولات المحليه والافريقيه والعربيه والكلام والكاس وكل حاجه. كان بكل بساطه لا انتوا ما تروحوش خلاص، لا دفعه واحنا نفرح نحزن النهارده ونزعل النهارده بس هتفرحونا احنا واثقين فيكم ومتاكدين ان انتوا تعملوا حاجه في تونس وتكسبونا وترجعوا بالكاس. هو ده الاهلي، هو ده الكيان، صح هو ده صح القائد زي ما بنقول.